عظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى 40 سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في دمشق الشام ومن جوار السيدات العلويات، وسيرا على الأقدام من عزيزة الإمام الحسين سيدتي ومولاتي السيدة رقية عليها السلام، وصولا إلى غريبة الشام السيدة الجليلة السيدة الكبرى السيدة زينب عليها السلام، تنطلق المشاية وتنطلق جموع المعزين العاشقين الملبين لنداء سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نصرة ومواساة لسيدتي ومولاتي زينب الكبرى عليها السلام، ومواساة لصاحب العزاء بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله أن يحفظ الأخوة والأخوات المعزين من الأطفال إلى النساء إلى الشباب إلى الشيوخ إلى الكبار إلى الصغار جميع المعزين، أسأل الله أن يمن عليهم إن شاء الله بالموفقية إن شاء الله ببركة سيدتي ومولاتي رقية وببركة سيدتي ومولاتي زينب عليه السلام، أن يمن عليهم بالموفقية إن شاء الله لإحياء 40 الإمام الحسين بجوار السيدات العلويات، وأن يرزق أخواني وأخواتي إن شاء الله الموفقية لزيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نصرة ومواساة لسيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى عليها السلام. خرجت هذه الجموع بنداء لبيك يا حسين، لبيك سيدتي ومولاتي يا زينب، لبيك سيدتي ومولاتي يا رقية، نصرة للسيدة الغريبة السيدة الجليلة السيدة زينب عليها السلام، مواساة لسيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونحن بدورنا أخوتكم وخدامكم من صفحة العتمة الزينبية إن شاء الله ما نسيناكم من الدعاء ومن الزيارة لجوار السيدة السيدة رقية عليها السلام وجوار السيدة زينب عليها السلام، وإن شاء الله ختام مسيرنا في حضرة سيدتنا ومولاتنا صاحبة العزاء السيدة زينب عليها السلام. نسأل الله الموفقية لجميع الأخوة والأخوات المعزين، ونسأل الله دوام هذه الخدمة ودوام هذه النعمة ودوام هذه المواساة ودوام نصرة وخدمة سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام وخدمة زوارها وخدمة معزينها. It's fun.